السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. هنقول لاولادنا عن اسم من اسماء الله الحسنى، هو اسم الله التواب. اسم الله التواب، التواب هو الذي يتوب على عبده ويوفقه الى التوبه وييسرها له، واذا لم يتوب الله على العبد لا يتوب العبد. وحظى العبد من هذا الاسم ان يعذر المخطئين والمذنبين من الناس. قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليها إنه هو التواب الرحيم، سورة القمر الآية 55. الحديث عن عبد الله ابن عمر قال: كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس 100 مرة من قبل أن يقوم: ربي اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور. رواه الترمذي. يبقى الحديث عن عبد الله بن عمر قال: كان بيعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس 100 مرة من قبل أن يقوم، كان بيقول إيه؟ رب اغفر لي وتوب علي، إنك أنت التواب الغفور. رواه الترمذي. تمام، ده اسم الله التواب. وهنحكي قصة كده تحاول توضح لنا معنى الاسم أكتر لأولادنا. القصة اسمها الرجل الذي قتل 100 نفس. الرجل الذي قتل 100 نفس. عن أبي سعيد الخدري أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، سأل عن أحسن واحد عالم في الأرض، فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ الراهب راح قال له إيه؟ فقال: لا، فقتله فكمل 100. يعني راح للراهب كان عايز يتوب، فقال له: هو أنا كده ليا توبة؟ أنا قتلت 99 واحد. فالراهب قال له: لا، مالكش توبة، راح قتله، فكده قتل 100 نفس. فقتله فكمل 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم، فقال له إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها إناسا يعبدون الله تعالى، فأعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك، فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق آتاه الموت، في نص الطريق مات. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط، ما عملش أي حاجة حلوة. فآتاهم ملك في صورة آدمي، فجعلوه بينهم، أي حكم في، أو يعني قالوا له: أنت احكم بينا، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقال: قيسوا ما بين الأرضين، قيسوا المسافة بين الأرضين. قال: فاللي أيتها كان أدنى، يعني المسافة اللي هتكون أقل فهو لها. فقاسوا فوجدوا أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. يعني لما لقوا المسافة اللي قليلة اللي قريبة للبلد اللي هو كان رايحها، فراحت ملائكة الرحمة هي اللي قبضت روحه. متفق عليه. تمام، يعني حكم بينهم حد، بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، قال لهم قيسوا المسافة. هو كان في نص الطريق، طيب المسافة للأرض اللي هيوصلها لو أقل من المسافة اللي هي للأرض اللي ماشي منها، يبقى هو كده يعني إن هو كان خلاص مقتصد رحمة ربنا سبحانه وتعالى وكان عايز يتوب. تمام، دي قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، وده اسم الله التواب. تمام، نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.